إذن أخواتي إخواتي، اليوم صباحا قمت بزيارة إلى زوجتي أخينا سي عبد الرحمن اليوسفي من أجل تقديم العزاء لها في بيت أخينا حمزة قديرة صحبة الأخ الحبيب المالكي، ومعرفتي كذلك برنامجها وكيف ستدبر الحبيب ما كانش كيسمع عدا ستدبر امورها المستقبليه. ستدبر امورها المستقبليه باتصالي معها، ولذلك نشكر كافة الاتحاديات والاتحادين اللي داروا هذه الوقفة الساعة 12، وهي متابعة لتعاطفهم مع القائد المجاهد. بغيت نبلغ الإخوان أنني والأخ الحبيب المالكي تداولنا في الذكرى الأربعينية، ونقترح عليكم أن حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيعمل على إحياء هذه الذكرى. إذا استمرت ظروف الحجر الصحي سنحرص على أن تكون ذكرى في مقام الأخ المجاهد بإشراك كل أصدقائه ومعارفه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في العالم العربي، في الأمم الاشتراكية ووطنية. وإذا رفع الحجر وتمكننا باش نستدعيوا أصدقائنا، هذه تكون إن شاء الله تظاهرة بما يليق بمقام الرجل الذي حالت ظروف ديال هذه الجائحة وديال هذا الوباء دون أن نشارك جميعا وأن نشارك الاتحاديات والاتحاديين في جنازته. لذلك نأمل أن الذكرى الأربعينية ندير جنازة تليق بمقام أخينا وقائدنا المجاهد عبد الرحمن اليوسفي. اليوم في هذه الجلسة اللي عم المغرب برمته، سأقترح عليكم أن نكلف أحدنا بقراءة الفاتحة والدعاء على أن نساهم جميعا بالإنصات وتلاوة الفاتحة في السر. في هذا الإطار اتصلت بالأخ مصطفى عجاب وأطلب منه أن يقرأ الفاتحة وأن يتقدم كذلك بالدعاء للترحم على روح فقيه سي عبد الرحمن. تفضل الأخ مصطفى. شكرا الأخ الكاتب الأول. أخواتي إخواني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم إن أخانا وقائدنا وحبيبنا المجاهد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبينا عليه السلام. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، ويشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسوله الله، وكان راضيا بقضائك. اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم انقه من الذنب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم إنا نشهد أنه كان محسنا، فزد اللهم في إحسانه،
اللهم إنا نشهد أنه كان من عبادك الصالحين المصلحين، فاكتبه عندك في أصحاب اليمين. وما أدرك ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم إنه كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، تقضى على أيديه حوائج الناس، فتقبله اللهم إلى جوارك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ألهمنا الصبر على فراقه ووفقنا لمواصلة مسيرته، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والكلمة لك أخي الكتيب الأول. شكرا أخ مصطفى. وهكذا أخواتي إخواني، كما قررنا في هذه اللحظة، يقف الاتحاديات والاتحاديون من شمال المغرب إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، إما في مقراتهم الحزبية وإما من خلال منصات التواصل، جهة وأقاليم وفروع ولجان وقطاعات، حتى فرادى ممن لم يتمكن المساهمة مع الإخوان إما لظروف عمله. كل الاتحاديين في هذه اللحظة واقفون جميعا لتلاوة الفاتحة والترحم على روح أخينا الطاهر. فجزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا جميعا عن هذه الوقفة. ومرة أخرى رحم الله شهيدنا قائدنا وأستاذنا وأخونا الأكبر، رحمه الله، وألهم زوجته ورفيقة دربه أختنا العزيزة التي عاشت معه طيلة هذه المدة، وكانت سندا له ومساعدة له في السراء والضراء، ووقفت وقفات إلى جانبه تاريخية، فلنا منها كذلك لا بد أن نتوجه لها بالعزاء، ولا بد أن نطلب من الله أن يسعفها في هذه اللحظات الصعبة وفي هذه اللحظات الأليمة. ولا شك أن ألمها يفوق ألمنا جميعا، لأنه كيفما تكلمنا لن نصل إلى المعاشرة الطيبة التي كانت نموذجا ونقدم من خلال هذا الثنائي المجاهد عبد الرحمن اليوسفي وزوجته نموذجا للأسرة الحقيقية ذات الوفاء. ولذلك دعواتنا لها كذلك باجتياز هذا المصاب، أن يلهمنا كذلك ما يمكننا من اجتيازه. شكرا لكم أخواتي إخواني، لأن كاين فيكم لمازال غادي يلتحق بمنصات أخرى، في إما في جهته أو في إقليمه. شكرا لكم مرة أخرى. مع السلامة.